إحدى الأشياء الخطيرة حقيقة. سابقا السفور ما كان أو كان قليل، هاي القنوات المفسدة كما ينقلون ما كانت، هذه الوسائل الجديدة ما كانت، رجل ما شايف امرأة ثانية، حتى الآن أكو رجال ما يطالعون في وجه امرأة ثانية حلالا كان أو حراما. سنفرض أنه المرأة النظر إليها حلال في ضمن ظروف معينة، مثلا فقط وجهها طالع، ما عليها زينة، ماكو خوف الفتنة، ماكو خوف اللذة، أي احتمال ماكو. بعض الفقهاء يقولون مع كل هذه الشروط إذا زينة ماكو في الوجه إطلاقا، إذا الفتنة ماكو، ماكو ناظر ينظر بلذة، ماكو ناظر ينظر بشهوة، قائلين بعض الفقهاء أن كشف الوجه بهذا المقدار مع كل هذه الشروط ما بي إشكال. إلى الآن أكو بعض الرجال مقيدين أن لا ينظروا، مقيدون أن لا ينظروا إلى وجه امرأة أجنبية. إلى الآن حتى في البلاد الأجنبية المنقول بعض الشباب أنا أعرفهم كانوا هنا في هذا البلد أبدا ما ينظر إطلاق. الرجل ما شايف امرأة ثانية، ما شايف هذه الأفلام، المرأة اللي عنده ينظر إليها وكأنها المرأة الوحيدة في حياته. أما هذه الوسائل الجديدة هذا شيء خطر، الرجل عندما ينظر على الشاشة إلى امرأة أجمل من زوجته بعد ما يتمكن يعيش ويا هاي الزوجة، يعني نفسيا أصلا يبتعد عن هذه الزوجة. الزوجات ما لازم يسمحون لأزواجهم أن يطالعوا هذه الأفلام وهذه المشاهد، الرجال ما لازم يسمحون لزوجاتهم أن يطالعوا هذه المشاهد، لأن هذا يخرب الرجل على المرأة ويخرب المرأة على الرجل. هو واحد عندما شاف شيء أجمل، إذا إيمانه ضعيف، إذا إرادته ضعيفة، بعد يكره هذا الواقع. هاي عمليات الطلاق اللي الآن متداولة، نقل لي أحد الإخوة أن الثلث عمليات الزواج تنتهي إلى الطلاق، يعني من كل ثلاثة واحد يطلق زوجته. ليش هذا الطلاق؟ ليش في آبائنا ما كان الطلاق إلا بمقدار نادر، ويشوف امرأة ثانية يشوف أحلى من زوجته بعد لا يحب العيش مع هذه الزوجة؟ ليش واحد يروح في هذه الخطوط؟ هذه الأشياء مو فقط للآخرة مضرة، المرأة سابقا كانت الرجل في حياتها كل شيء وجميل في نظرها، لأن ما شايفة واحد ثاني. الرجل كانت المرأة كل شيء في حياته، الآن لا، أصلا العلاقات العائلية باردة مفككة، لا الرجل يحترم المرأة ولا المرأة تحترم الرجل، لا الرجل يحب المرأة ولا المرأة تحب الرجل. هذا من آثار هذا المنهج المادي.